سود، جاتك ثلاثة عروض وانت في الاتحاد، الهلال، النصر، الجزيرة الإماراتي على ما أظن، صحيح؟ اي نعم، ونادي الشباب بعد جتني عروض، وانا لسه ممكن تقريبا هذا اول ما انتهى عقدي مع الاتحاد. للمعلوميه الهلال تفاوض معي وانا بالقادسيه قبل ما اروح الهلال. قبل الاتحاد؟ الاتحاد إيه، الهلال 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 تفاوض معي قبل الاتحاد. فما صار في نصيب، يعني يمكن كان اداره القادسيه لها توجه ثاني انهم يبيعون سعود وسعيد مع بعض اثنينهم. تعرف الفتره هذيك كنت انا لاعب دولي، سعيد كان بارز ومكسر الدنيا في اللحظه في الايام هذه، صحيح، فحب انهم يستفيدون ماديا اكثر، فكان عرض الهلال لسعود فقط. الاتحاد عرض على سعيد الودعاني، ومن ثم اجتمعت مع الاستاذ منصور بلوي وتكلم معي، قال سعيد احنا خالصين منه، هل لك الرغبه؟ قلت له انا بالعكس، انا لاعب كره قدم محترف، خلص مع القادسيه، انا ما عندي مانع، انا بلبس الشعار راح اخلص، من حد ما عندي مشكله، لاعب كره قدم محترف. من حدد توجهك للهلال انت ولا مدير اعمالك؟ لا، توجهي للهلال اللي هو انتقالي الاخير للهلال. اي من الاتحاد؟ لا، انا قررت اني اروح الهلال. اوكي، طيب، في موقف صار لك اول ما وصلت الرياض، واستقبلك الاستاذ لؤي الحميداني، تقوله ولا اقوله؟ عادي، تبي تقوله ولا اقوله؟ انا ما عندي مشكلة. لا، قوله. هو موقف طريف، يعني انتوا لعبتوا في نفسية الرجال. اي، وقتها احنا وصلنا على المطار الخاص من جدة، وكان وكيلي الاستاذ ناصر النعيم اللي حاب امسي عليه، كان هو جاي من برا السعوديه وانا جاي من جده، فاتفقنا وكل شيء مع نادي الهلال، واستقبلني وقتها الاستاذ فهد مديد ابو فراس ولؤي الحميداني، فطلعنا بالسياره واحنا ماشيين بالطريق رايحين على بيت الامير عبد الرحمن بن مساعد الله يطول بعمره. فقام قال له وكيلي وين رايح انت؟ لا تروح، احنا رايحين النصر. قال رايحين النصر، فقال من جدكم انتم؟ فهذا ممكن من المواقف اللي شوي، لان تعرف وقتها كان النصر مقدم عرض، وعرض كان اعلى من عرض الهلال، نادي الهلال. بس اتكلم معك بكل صراحه، اقدر واكن كل احترام النادي النصر وكيان نادي النصر وجماهيره، يستاهلون، بس انا التزمت بكلمه مع رجالات نادي الهلال، اعطيتهم كلمه، فكان مستحيل اني ارجع بكلمتي لو كان العرض المادي 200 مليون بصراحه. يا سلام.